attimo. Sì, che è stato un messaggio. Un flash di voce. Connessione. سي امين كتسمعني دابا؟ السلام كتسمعوني؟ كتسمعوني جاوبوني في لي كومونتير باش ديزاكتيفي. مزيان الحمد لله مزيان. يلا نسينا دابا لي زوطخ بيغسون يدخلو. مزيان داكوغ نشوف لي كومون. يلا نسينا شوية يوصلوا لمية فيزيتور ونكملوا اللايف. هاسي يوسف نسينا يوصلوا لمية ونبدأ إن شاء الله. أيا ننظروا على شنو جبد اللايف هو أن نبرزونتيو شنو هو الأهمية ديال التوجيه و نبريزونتيو ليكول ديالنا لي هي لينام ديال ليكول ناسيونال ديكريتيغ د مكناس و لي عندو دي كيستيون ديك الساعة تيحطهم إن شاء الله نجاوبوه. كاين أنا و كاين واحد الصديق ديالي حتى هو كان داير ليكول قد تاهو يجاوبكم. وي لينام ها هو لينام. المهم يبقى معنا في اللايف يلا 26 دابا باش من نبدا نعاودوا الهضره سينو الزملاء كلهم يلتحقوا. اللي عنده نيت عنده شي صاحبو يطاقيه هنا باش يستافد كلشي يستافد ان شاء الله. شوف شوف ديك البريزونطاسيون ديرها ديرها هنا ديك البريزونطاسيون اللي كتعمل ديرها هنا باش نرى لينا مد اللايف. لينام هي المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، تيتخرج منها ديزانجينيور أغرونوم يعني على حساب تخصصات يعني مهندس دولة كتخرج مهندس دولة. المهم الجدول ديال هاد اللايف هو أننا المهم في الأول نعرفو على ليكول على لي زيكول سوبيريور أون جينيرال، التعليم العالي شنو هو التعليم العالي، والآفاق اللي غيكون عندك من بعد ما تسالي سوا لي بيست دو ريشيرش ولا المارشي دو ترافاي. ديك الساعات اللي عندو دي كيستيون غادي نجاوبو ونسولو. نهضرو حتى على الكورسيس ديالك في ليكول داك لي 5 اون حيت تقرا فيها 5 سنين. نهضرو على ديك 5 سنين واخا. السلام عليكم. ليكول ناسيونال المدرسة الوطنية للفلاحة لوريا ديال تخرجت سنة 2018 هادي تقريبا عامين. المدرسة الوطنية للفلاحة كما تعرفوا انا ايكول دانجينيور ديزانجينيور كتقرا فيها 5 سنين من بعد الباك ديالك سواء تكون باك علوم سواء باك اس في تي ولا بي سي ولا سيونس مات بالشعبتين ديالو بجوج الف وباء. و تدوز
تدوز واحد الكونكور تيكون بعدا قبل منه واحد بري سيليكسيون، يعني على حساب على حساب لانوت الباك ديالك، على حساب كل فيليير والستوي ديالها. مثلا اس في تي تتكون تقريبا اونتخ واحد 15.5، علوم فيزيائيه تتكون طالعه شويه، كاين حتى الباك اللي كان داير علوم زراعيه، هاد العلوم الزراعيه تتقرف على حسب كل جهاز تكون دراسه العلوم الزراعيه في الباك ياك، وهادي تيكون السوي ديالها شويه ناقص، تيهزو على 12 13 تقريبا، وفي كل عام كيتبدل. بحال دابا انا العام اللي دخلت لها كان هو 2013، ما هزوش على لا نوت جينيرال، هزو على لا نوت الوطني مثلا، هزو علينا حنا شحال جبتي في الوطني، هو اللي هزو، هو اللي كان الاساس ديال الانتقاء. من بعد ملي كيكون الانتقاء كدوز كونكور، تدوز كونكور في لي ماتير المات، فيزيك والشيمي والاس في تي، اربعه ديال المواد، سواء فرونسي سواء بالعربيه، انت تختار على حسب نيت تدفع الدوسي ديالك، كتختار واش تدفعو فرونسي ولا عربيه. كدوز الكونكور، من بعد واحد دو 3 جور كيعطيو لي ريزلتا، كتلتحق بالمدرسه الوطنيه. من بعد الالتقاء ديالك تهزو، المهم كل عام تقريبا تهزو 80 واحد، حنا في العام ديالنا كان 80 واحد، دابا سمعت بلي زادو اخر عام هزو شي 110، يعني 110 من هادوك اللي دوزو كاملين الكونكور ونجحوا، 110 اللي كيوصلوا ياك. الاسئله ديالكم تنجاوب عليهم في التاريخ اللي هما في الكومونتير، نجاوب لكم في التاريخ. نكملوا هادي، ملي كتدخل لاني البريمير اني كتقرا عامين، كتقرا هي فيها 5 سنين القرايه، عامين الاولى دي كلاس بريبا، عامين دي كلاس بريبا كتقرا فيهم المات، فيزيك، بيولوجي، شيمي. نقول لك المات ما تقراش المات، نقول لك المات تقرا الجبر مثلا بوحدها، لي زاناليز لانيليز بوحدو. في الفيزيكا ثاني كتقرا سوا الميكانيك، كتقرا سوا الثيرموديناميك، الاوبتيك، دي ماتير دي كلاس هادو تسمو، فهمتي، دي ماتير اللي تقراهم في كلاس بريبا دوز، فهمتي، دي ماتير باز في العامين الاولى. وفي كل عام داني في كل عام مثلا في بريمير اني تيكون عندك ستاج فيه شهر، لي هاد ستاج الامتياز ديالو شنو هو؟ ان لي 50 لي كلاسي الاولى 50 الاولى كيدوزو ستاج مثلا في على برا فرنسا، تيكون حيت كاينه واحد شتا نقولو داك، وكاين واحد التشارك مع وزارة الفلاحة في المغرب مع وزارة الفلاحة في فرنسا، كيدوزو 50 الاولى لي كلاسي اون بريمير تيدوزو ستاج ديالهم على برا، ولي زوطخ تيدوزو هنا في المغرب. هاد الستاج هذا شنو الهدف ديالو؟ هو انك تفاميلياريز مع الدومين اغريكول، زعما تعرف شنو هي الفلاحه، يعني كدوز مثلا سوا في انفيرم اغريكول ولا في شي شركه فلاحيه ولا كوري ولا، فهمتي، غالبا تكون فيرما بحال. والمدرسه اللي كتكلف لك بالستاج هي اللي كتقلب لك على الستاج، هي اللي كتجي في بريمير اني، في دوزيام اني كذلك هي اللي تابعه للكلاس بريبا، كتقرا نيت عاوتاني تقرا جيولوجي، المات عاوتاني، ستاتيستيك، داكشي اللي غتحتاجو، فهمتي، سيونس دو باز، تنسميهم سيونس دو باز. من بعد في التالي عاوتاني التالي العام عندك واحد ستاج، دو كونيسيونس دو فيليير. شنو هي ملي تنقولو دابا كونيسيونس؟ شنو هي فيليير؟ هي سلسلة الانتاج الفلاحي، يعني فهمتي شنو هي سلسلة الانتاج الفلاحي. دابا مغاديش ندخل نتعمق معاكم في هادو حتى زعما حتى تدخلو ان شاء الله تدخلو ليكول غتعرفو هادشي كامل. هادو لي كلاس بريبا تندخلو في الجدع المشترك ترون كومان، هو التروازيام اني بروميير سيمستر، التروازيام اني ودوزيام سيمستر، التروازيام اني وبروميير سيمستر، كاتريام اني كتقراو فيهم ليسونس اغرو اغرونوم، يعني شنو هو ليسونس اغرونوم؟ زعما العلوم الزراعيه، المواد اللي غتحتاجوهم من بعد في لي فيليير، في لي زوبسيون اللي غتكون ولا الشعب، حيت كاينين كيما تعرفوا لي كو فيها 6 شعب، مهندس دولة، مهندس زراعي، مهندس دولة، ولأني في التخصص ديالك كاينين 6 شعاب، مثلا كاين الاقتصاد الفلاحي لاغرو ايكونومي، وكاين لاربوريكولتير فلويتير، يعني شعبة الأشجار المثمرة، وكاين لاغرونومي جينيرال، يعني ديال لي كولتير ماغيشاج مثلا القامح ولا مطيشة وداكشي، ندخل معاكم داكشي بلي ديتاي.
وكاين كذلك هادو ثلاثة، كاين ديال، اسمحوا لي تقطع، كاين ديال لي برودوي فيتو لي برودوي فيتو سانيتير اللي هي ديال الدويات وكل ما يتعلق فهمتي لي بروبليم ديال الفلاحة، وكاينه ديال الديفلوبمون اغريكول يعني بتخرج مهندس للتنمية الفلاحية ديال لي كونسيي اغريكول، هادو تخرجوا فيها لي كونسيي اغريكول، هادو هما سميتو. من بعد تدوز داك قلت لك 3 سيمستر في الترونكومان يعني تدخل الشعبة ديالك على حسب الشعبة اللي اختاريتها من بين هاد 6 شعب، كتدخل با كلاسمون يعني الا كنتي مكلاسي تختار الشعبة اللي بغيتي، واللي كنتي تامبوز عليك باش نقول لك ديما خصك فهمتي ملي تدخل خاصك تانسيستي لي كور ديالك، تتبع لي كور ديالك، لي زيكزام تحاول تجيب دايما تجيب مزيان باش تبقى لك لو شوا، حيت شحال ما كنتي مكلاسي شحال ما تيكون عندك لو شوا. أيه من بعد ملي كتدخل الفيليير اللي هما لي ستة لي زوبسيون اللي قلت لكم شنو هما، لاغرو ايكونومي، لاربريكولتور فرويتيير، لاغرونومي جينيرال، البرودوي فيتو سانيتير، و لي برودكسيون انيمال يعني برودكسيون انيمال ديال القطع الحيواني زعما، و تيبقاو التنمية الزراعية ديال الفيلكا. هادو في كل كتاخد كدوز فيها 3 سيمستر يعني السيمستر الاول والثاني كدير ديكور ودي ستاج، بروجي دو فان ديتود يعني مشروع التخرج ديالك اللي تيكون حتى هو عاوتاني على حساب تاور الكلاسمون، كت لونكادرون ديالك كت موا سي موا، من بعد كدوز السوتونس ديالك و صافي صافي من تسير اش كتسمعي. ندوزو دابا للأسئلة ديالكم، نشوفو نجاوبو الأسئلة ديالكم، نرجعو من الأول. فاك هاد اللايف على من؟ هاد اللايف قلنا على ليكول ناسيونال دكيكتور مكناس لي نام تخدم مختصة في الهندسة الفلاحية ولا الزراعية. تي اون كيل اني؟ جو سوي لوريا ديال 18 هادي عامين باش ساليت القراية. شحال هو الصالير تاع المهندس هو مهندس زراعي فهمتي مهندس قطاع اخر، والحاجه المزيانه في القطاع زعما اللي كنشجع عليها انه طوب شوماج ابخي زعما تشد الدبلوم ديالك تيكون ناقص مقارنه تي كنضرب زعما في لي زيكول الاخرين، ولكن على حساب حنا حيت القطاع الفلاحي شنو كاينين، كاينين دو غران انستيتي اللي كاينين في المغرب، كاينه ليكول ناسيونال ديكتور مكناس لي نام، وكاينه لي ياف يعني في اون توتال في العام تيخرجوا واحد 400 ولا 500 انجينيور مقارنة مع قطاعات اخرين دومين اخرين تيكون كثر يعني تيكون الطلب تيكون كثر. هادشي اش نقولك زعما فهاد القطاع مزيان واحد يديرو، وعادي الا كان عندك كما قلنا الا كانت عندك الرغبة ولا شي حاجة تكون من الاحسن. واش كتكون عندك لابورس ولا لا؟ هي كاينه لابورس بحال اي ايكول اخرى، لا حيت لابورس حيت اللي خصك تعرف ان لابورس ما عندهاش علاقه بليكول ديالك، ولا لابورس عندها علاقه واش انت على حسب النيابه اللي كاين فيها انت، ولا اذا كانوا قبلوك كتقدم الورقه ديالك للاداره وكتاخذ لابورس ديالك يا باغ موا، تكون اونتر 600 درهم و 700 درهم باغ موا، 600 ولا 700 درهم. اسمحوا لي راه كاين مشكل ديال الريزو هنا، هذا شنو نقول لكم قطاع الفلاحي، انا راني دابا في وسط الفيرما وداير معاكم اللايف باش السؤال كاين واحد السؤال، سلام خويا زكريا بغيت نقرا فلاحة باش تنصحني يمكن نوصل للرباط. اخ ياسين بجوجهم مزيانين، كل واحدة ولافونتاج لي زافونتاج ديالها وكاينين لي زانكونفينيون، وهي شنو كاينين دي كاينين شعب اللي تيكونوا
في الرباط وما كاينينش مكناس بحال البيطارة والطوبوغراف، ما كاينينش مكناس ابار لي زوت مزيان زعما. في انا على حسب التجربة الشخصية ديالي كنقول لك كنصحك بمكناس، نادي او جون انتريس مكناس جون. اللايف كيقطع، سمحوا لي اللايف كيقطع حيت كونيكسيون شوية، انا الريزون ناقص شوية، انا سمحوا لي بزاف. كيفاش كيتكلاساو دوك 50 واحد في 16 تاع بروميير اني على حسب لي موديل ديالك، يعني على حسب لي نوت، بحال اللي فهمتي بحال لا سانكيام فهمتي، كل موديل وكوفيسيون ديالو. وكما بغيت نشرح لكم عاوتاني القضيه ديال لي موديل، مثلا في بريمير اني تيكون عندنا تقريبا واحد 10 لي سو ماتير الطريق، خاصك تكون حق في 3 موديل تخليهم اوبن زعما مفتوحين، وهاد تخليهم مفتوحين يعني خاصك تجيب اونتخ 7 اي 10، يعني هادو عندك 3 ديال الموديل عندك حق تخليهم 7 10، وتكون في مويان جينيرال كامله تكون عندك اكثر من 10 تسمى نجحتي، والقسمه على حسب المويان جينيرال ديالك. و50 الاولى كيمشيو كما قلنا 16 ستاج بريمير اني صعيب؟ لا ما صعيب ما والو، ستاج بالعكس نقول لك ستاج بريمير اني زوين بزاف فهمتي شي حاجه. الصعوبه اللي تتكون فيه انك ما تكونش عندك دي كونيسونس بزاف فهمتي، دي كونيسونس حيت العام الاول ملي كتدخل لينام ما كتقراش على الفلاحه، ماشي ديور كتقرا على الفلاحه نيشان، كتقرا دي سيونس دو باس، كتقرا المات، كتقرا الفيزيك، كتقرا البيولوجي، كتقرا الجيولوجي، كتقرا الجيومورفولوجي، شي حاجه اللي بحال هكا، ولكن الفلاحه ما تكونش اون كونتاكت مع ديريكت، كتجيك ستاج الا ما كنتيش عارف شويه. حيت هو داك شنو هو لوبجيكتيف من داك الستاج، هو انك تعرف على الدومين. حيت الاغلبيه اللي تكون شحال واحد تيكون جاي لينام ما عارف شنو هي لينام، ما عارف شنو هي الفلاحه. سمحوا لنا لا تتقطع شويه. شنو هو السوي ديال لينام بالنسبه للسيونس مات؟ بالنسبه للسيونس مات وفيزيك تيكون تقريبا بحال تيكون اونتر 16 اي 17 حيت كل عام تيتبدل. عفاك واش يقدروا يقبلوا باك 2019؟ باك 2019 يمكن وسينو حتى يقبلوا حتى باك ليبر يمكن لك تدخل به. انت خدام في بريفي ولا في ليطا؟ انا خدام في بريفي. واش كيقبلوا باك قديم؟ كيقبلوا باك قديم، كيقبلوا باك قديم، ما خصش تكون ديكول مزيان. شحال كيتخلص مهندس زراعي؟ كيتخلص مزيان ما تخافوش. ممكن قرا ما بين ممكن لا بيزا مع لينا. لابيزا شنو هي لابيزا بعدا؟ لابيزا هي لا بروميير اني ديال ليافي، دونك غتقول لي شنو الفرق ما بين ليافي ولينام؟ ما كاينش واحد الفرق كبير بزاف. انا كما قلت لك ان في ليافي كيدخلوا بزاف، مثلا تتكونوا 500 في العام ولا تقريبا 500 واحد تيكون في العام، مقارنة مع لينام تيكون 80 واحد، يعني شحال منق انا بعدا بو موا تنقول لك شحال منقص العدد، شحال ما تكون فورماسيون بلي بيرتينونت فهمتي، يعني تيكون تتشد في الكور كتفهم بزاف د الحوايج. وثاني حاجه عاوتاني لافي زعما لافي او سان ديال ليكول، انك حيت فواحد حيت ملي تعرف لي تي سوبيريور ما تبقاش داك الكور ديالك غتمشي غتدخل للكور وغتسالي الكور وتمشي دير تبريباري، لا حتى داك لي زاكتيفيتي باراسكولير بزاف تيخلقو فرق، هادو تيخلقو فرق بزاف. عفاك انت الكونكور، الكونكور كما قلت الكونكور تيكون سهل زعما على بورتي ديالكم كاملين. انا تنقول لك تيكون فيه المات في على حسب داكشي ديال الباك، تيكون شويه ماشي زعما داك بحال زعما اكزام ديال الباك ولا شي حاجه، مي الكونكور تيكون مزيان سهل، ماشي سهل كاع ولاني الاكسي. واش ما فيهاش تمرميد بوغ لي فيل؟ بوغ لي فيل على حسب التمرميد. شنو تقصدي بالتمرميد؟
ما كانش شي حاجه زعما سميتها التمرميد. تتقرا كدوز لي ستاج ديالك، كدوز لي تي بي ديالك بحال فهمتي. انا بالنسبه ليا ما كانش فرق ما بين دري وبنت في لينا، زعما مهندسة زراعية كيبقى انت واش الرغبة ديالك، واش عندك القابلية انك تبع داك الكورسيس ولا لا. انا اللي عندكم دي كيستيون حطوهم. هو حاجة واحدة أخرى، أن حاجة واحدة أخرى اللي نسيت ما شرحتش ليها في الأول، هي ملي تتسالي بروميير أني دوزيام أني تكون عندك لا بوسيبيليتي أنك تمشي للينفي ديال المياه والغابات، هي تما تزيد على هاد دوزون لي سكون قريتي في هنا في مكناس، كتمشي تقرا تما 4 سنين ديال المياه والغابات، حتى هي انجينيور ديتا وليني سيستيم ميليتير تما، يعني اوفيسي تخرج اوفيسي و انجينير ديتا. كيمشيو تقريبا شاكاني كيمشيو ما بين 8 حتى 10 ديال لي زيتيديون. يمكن ليك تساعدني في التوجيه للتلاميذ المشاركة الإيجابيات كل العلوم الرياضيات والعلوم التجريبية، من بعد ونشوفو مع أعضاء الجمعية هما اللي يشوفو كاد لو بوان سي حميد. كدوزو لورال؟ لا، كاين كونكور واحد هو ليكخي، كدوزو تقريبا المهم في لاني ديالنا حنا كنا شي 4000 بيرسون تقريبا، و تيتهزو منو 80 تلميه. واش الخدمة مضمونة مع ليطا إلا بغيتي؟ كاين على حساب دابا الخدمة، على حساب الشعبة اللي كنتي داير في ليكول. مثلا اللي كنتي داير الشعبة ديال لاغرو ايكونومي، عندك البوسيبيليتي انك تخدم مع وزارة الفلاحة ولا تخدم مع وزارة المالية. حنا فهمتي هذا هو لافونتاج اللي كاين، انك تخدم مثلا كنتي داير مهندس فلاحي الشعبه ديال ديال الاقتصاد القروي ولا الاقتصاد الفلاحي، وي انجينير ديتا الاقتصاد الفلاحي، كيمكن لك تخدم مع وزاره الماليه، ولا سوا تكون ديزانسبيكتور فينانسي ولا في ديال شنو ديبارتمون ديال الستاتستيك اي استراتيجي، كاينين بزاف، ولا تخدم في وزارة الفلاحة. كاينين دي زورغانيزم اللي ديال ليطا اللي يمكن تخدم فيهم. شنو هي الشعبة اللي مطلوبة في سوق الشغل؟ هاد السؤال ممكن ليش نجاوبك عليه، حيت كل عام تتغير سوق الشغل، مي تقريبا كل شيء تخدم. هذا هو اهم حاجة تقريبا. انا تنقول لك انا على البرومو ديالي انا اللي تخرجت فيها، يعني ديال 2018، هادو عامين باش تخرجوا. الحمد لله كل شيء خدام مزيان، افيك زعما دي سالير اللي كيشجعوك، يعني مزيان. كي دايره الانترنا اي الريستو؟ اييه، هذا سؤال مهم. الانترنا كتمشي بحال زعما بحال اي ايكول، انترنا شومبر كبيره بالدوش بكل شيء، دوش ماشي دوش في الشومبر زعما فهمتي، كلها دوش مشروك ومزيان تما، لي كونديسيون دو في مزيانين. و الريستوراسيون مزيانه حتى هي، يعني مزيان. واش تقدر تكمل اون فرونس؟ وي، هادي كاينه القضيه، كاينين بزاف اللي تي كاينه بزاف لي بوسيبيليتي انك تكمل. ما هي ما كاينش كاين الفرق ما بينها وبين الياف يمكن لك دير دوبل ديبلوماسيون مثلا في العام الخامس ديالك، يعني اللي هو العام التالي، يمكن لك تمشي دير تما تكمل العام الخامس ديالك تما. هادشي بالنسبه للياف، تكمل العام الخامس ديالك تما وتاخذ ديبلوم ديال المغرب وديال فرنسا. بالنسبه لينا حنا هنا لينا، تتشد الدبلوم ديالك هنا، تتسالي كتشد الدبلوم ديالك، ومن بعد كتكمل ماستر على برا. الشعب اللي كيطلبوا فهاد القضيه ديال تكمل على برا، كاينه الشعبه ديال لاغرو ايكونومي اللي تقدروا يمشيو كل عام تمشيو واحد 5 حتى 6، حيت لاغرو ايكونومي مع انا كنت اغرو ايكونومي، وكنا حنا في تقريبا 16 واحد
خمسة من خمسة منا مشاو كملوا على برا، داروا ماستر، وكاين ماستر ممكن لك من بعد دير دوزيام ماستر ولا دير دكتوراه، ولا كاين لي دي بوسيبيليتي. كاين حتى شعبة ديال الأمراض النباتات حتى هما كيمشيو بزاف، تمشيو سوا للطاليان، كاين شراكة بلا بوس كلشي، سوا للطاليان ولا لإسباني ولا لا فرونس. لإسبان الطاليان كدير داك لا بوسيبيليتي أنك دير عام ديال لا لونغ وعاد تكمل، ولا تمشي ودير اون لونغري وتكمل. ايه هو الحاجه اللي فهمتي الاغلبيه ديال الطلبه اللي تيكونوا في صوف البكالوريا ولا هذيك، تيكون المشكل ديال بروبليم ديال لا لونغ اون جينيرال. عنده هو البروبليم الوحيد الاكبر اللي كتواجهه من بعد بنادم تيكون ملف بداك الدروس بالعربيه وهذيك، تيمشي تلقى داك الشيء فرونسي كيدشر، وهذاك الشيء راه عادي جدا، ما خصش يخلق لك مشكل. انت كانوا معنا شي وحدين اللي كانوا فريمون ما تفهموا والو، ولكن كملوا ومشاو مزيان. اها واش كيعطيوك تسكن تما؟ يعني ما كاينش تكري، ما كاين لاش تكري. اه كيعطيوك تسكن تما، كتخلص تما، كاين لانترنا، كاين ريستوراسيون، ما كاينش تما. بغيتي تكري عندك حق، بغيتي تخرج تكري ما تخش في لانترنا يمكن لك. اها هذا شيماء، واش كيعطيوك تسكن تما؟ وي هادشي اللي جاوبت عليه. واخا تعاود تهضر على دوك التروازاني، التروازاني اللوالة. يعني انا قلت لك كاينين عامين اللوالة، بريميراني دوزياماني، تيتسماو كلاس بريبا، كتقرا فيهم مات، فيزيك، شيمي، بيولوجي، فيزيولوجي، اي حاجه. نزيد تنقول لك مات عاوتاني، فهمتي مات فيه ستاتيستيك، بروبابيليتي، دي ماتير هكا. في هاد العامين هادو كل التالي ديال كل عام كدوز ستاج. ستاج الاول قلنا ديال الكونيسونس ديال الدومين اغريكول، ولا تسمى حتى ستاج اوفري، بعض المرات تسميو ستاج اوفري، يعني تمشي تخدم اوفري اغريكول، سواء على حساب انت شنو بغيتي، حتى دير لي شوا ديالك و تشوف الى لقاو لك تعطيوك. مثلا كاين اللي تمشي يدير لي الفاج، يعني يمشي يشوف يربي البقار ولا هذيك، كاين اللي تمشي يتبع تدير الاشجار المثمره ولا المهم الشجر اون جينيرال، كاين اللي تمشي يدير داكشي ديال ليريغاسيون ديال الري والسقي. شنو هما الطرق باش تدخل لهاد المدرسه الا ما تقبلش في العام الاول؟ زعما واش نقدر ندير باك بلس 2 وندخل ليها؟ لا ما يمكنلكش دير باك بلس 2 وتدخل ليها. هذا هو لا سو، زعما لا سو ميثود باش انك تدخل، هي انك دوز الباك وتجيب دوز الكونكور وتدخل. يعني الا ما جبتيهاش في العام الاول يمكن لك تمشي دوز باك ليبر وتعاود تدفع به. هذه زعما اوتر بيست اللي يمكن لك دير. لي كلاس بريباراتوار فين كيكونوا؟ لا هاد العامين الاولى تتقراهم في وسط ليكول نيت، تسميهم حنا دي كلاس بريبا العام الاول العام الثاني، ماشي تتقرا كلاس بريبا وعاد تجي تدخل ليكول. غير قول لينا لا مويان ديال الصالير الله يرضي عليك. الصالير بحال فهمتي بحال باش تقرا انت ان شاء الله. الصالير بحال اي انجينير، كاين اونت نقول لك، انا نقول لك زعما كاين اللي تعطيك انا الصالير مويان، الا جيت نحسن نقول لك واحد 8000 درهم 9000 درهم، هذا صالير مويان بالنسبه للانجينيور اغرونوم. ولا كاين اللي تيكون قل وكاين اللي تيكون اكثر، ما تعطيكش انا هذا نقول لك بنادم عاد غيبدا. كاين اللي ما تيبغيش البريفي، كاين فهمتي انا بو موا ان كورسيس ديالك تبدا بريفي تعلم عاد تمشي تشوف، ما ماشي بنادم تمشي. اغلبيه ديال فاتي عبارة زكريا ان شاء الله. اها الى كان بوسيبل قول لنا بشحال خديتي الباك؟ انا الباك ما خديتوش بشي نوط مزيان، انا باش نعطيكم باش نشجعكم. انا خديت الباك ديالي بشي 14 ايدمي، ولاني لافونتاج اللي كان عندي هو العام ديالنا كنخدم على الناسيونال. وي على الناسيونال. واش كاين فرق ما بين الشعب فيما يتعلق بعتبة الانتقال؟ وي كاين فرق. مثلا اللي كنتي الا عتبة الانتقال مثلا اللي كنتي داير علوم زراعية، تيكون عندك العتبة تكون ناقصة، السيك يكون ناقص، عاوتاني موراها كتجي اس في تي كتكون ناقصة شوية على شعبة العلوم الفيزيائية والسيونس مات،
وعاد كاين شعبة علوم فيزيائية تكون زايدة شوية في السي، وعاد سيونس مات و سيونس ديزانجينيور تيكونو زايدين. و لي سي كل عام كيتبدلو، باش ما نقول مكليش نقول لك واحد السي وتقول لي سميت، كل عام كيتبدلو. كاين شي اوتر كيستيون ما جاوبناش عليها؟ بالنسبة لي زيكول دانجينيور ديال المخزن ماشي بريفي، شنو هما لي زيكول دانجينيور المخزن؟ كاينين بزاف اللي جينا نهضرو على لي زيكول دانجينيور ديال البريفي ماشي المخزن. عدد المقاعد 80 حتى 100 صافي. هادشي اللي كاين. حنا في انا في لاني ديالي هزو 80 واحد، 80 واحد هاد العام. هذا اخر مرة كنت سولت في ليكول كانوا هزو 110 تقريبا. السي قلت لك في انتقاء يعتمدوا على التشريف الجهوي، كاين يعتمدوا على وي هذا العام غيعتمدوا على 75، حيت هذا العام غيحيدوا سميتو. سمعت بلي غيحيدوا الدورة العامة ولا تسموها، يعني غيبقاو يديو 75% في الوطني و 25% في الجهوي. انا المهم الحاجة الوحيدة اللي غنصحكم بها دابا مادام نتوما فيكم باك، انتوما بنادم تيدفع لي زيكول كاملين كي زعما يفوكيسي على يركز على الباك ديالو ويجيب فيه نقطه مزيانه، باش من بعد كيبقى لك لو شوا. ماشي تقول انا ايكول واحد، مشيت فيزي ايكول وحده ومن بعد تقول ما جبتهاش. نسيت بنادم خصو يدير، ما ديرش البيض ديالك كله في نفس السله. ما فهمتش ازاي؟ انا مثلا انا نعطيك مثلا العام ديالي انا اللي دخلت فيه شحال كانوا لي سي. كانوا بالنسبه للباك علوم زراعيه كان تقريبا 13 دي جي، 13. باك علوم حياه والارض كان تقريبا 16 ونص هكاك. علوم فيزيائيه كانت 17 تقريبا، لا 16 ونص. علوم الحياة والأرض كانت 15 ونص. وبالنسبة للعلوم الرياضية كانوا طالبين 17. امتى كيكون الكونكور وكيفاش كتدفع؟ كيفاش كتدفع؟ راه تيكون في السيت توجيه نت، غالبا توجيه نت تيلوحو فيه كيفاش شنو هما لي دوسي اللي خاصك تجمع. كتدفع الدوسي ديالك عادي وكتدفعو تدفعو في البوست عادي، لا بوست. ودابا مع هاد العام ما عرفتش كيفاش عيط كاين الكونفينمون، ضروري غادي يديروا واحد البرونغاسيون ديال لا ديوري ديال لي ديلي، زعما لي ديلي ديالك باش انك تدفع. والكونكور كيكون قبل تقريبا في المواسات مواويت، تيكون الكونكور المواسات تيكون الكونكور. كيكون كونكور لوتبا انتقاء كيتمدو، واش كاين فرق بين الشعر والمتعلم؟ كي كان كتير بينا بشحال اذا ما كانش دي زوطخ كيسيون كنا نقولكم. المهم كنشكرو الجمعية ولا المهم باج ديال صناع الامل على هاد البادرة اللي حنا زعما فقيتنا كنا محتاجين فريمون، محتاجين ان شكون اللي وجهنا، ما كانتش عندنا لا بوسيبيليتي. دابا الحمد لله كاينين الشباب اللي باغيين يعاونوكم، خذوا هذا الشيء زعما بحسن النيه وحسن الانصات. كيفاش كتدفع؟ الا كان شي سؤال، شي واحد عنده شي سؤال.